عفوا 8 نقاط، لكن قدر يستعيد الزمام مرة أخرى ويفوز بنتيجة المباراة 71-65. ومعانا على التليفون كابتن علي هاشم المدير الفني. مساء الخير يا كابتن علي. مساء الخير يا كابتن خالد جميل. بنبارك لك جدا جدا على مباراة النهاردة، مباراة قوية جدا، اللاعبين أدوا ما عليهم، أديت ما عليك، لكن بكرة المباراة الفاصلة شايفها إزاي من وجهة نظرك إن شاء الله؟ الله يبارك فيك يا كابتن خالد. طبعا بكره ان شاء الله يعني من دعواتك ودعوات الناس كلها بكره، يعني احنا مرينا بظروف صعبه البطوله دي جدا. يعني امبارح كنا بنلعب الاولمبي، اثنين من احسن لعيبه الفرقه موقوفين، لعبنا من غيرهم النهارده فاثروا معانا، بس الباقي طبعا يعني ما بخلش بمجهود ولا اي حاجه يعني. فربنا يكرم بكره وان شاء الله يعني بنوعد الناس يعني هنعمل حاجه كويسه باذن الله. كابتن علي، كانت في روح حلوه جدا النهارده في مباراه النهارده، 8 نقاط فارق مع نادي سبورتنج، لكن الاهلي بيستعيد زمام الامور في المباراه، حولت الهزيمه لمكسب. ازيك يا كابتن علي؟ هو ده النادي الاهلي يا كابتن خالد، هو ده اي حد بيلعب في النادي الاهلي، اي حد في بنلعب لاخر لحظه. عايز اقول لك يعني احنا يعني كمان احنا ماشيين من الاوتيل وقلنا هنرجع تاني، احنا سايبين شنطنا، يعني كان عندنا ثقه ان احنا هنكسب. ما شاء الله. سايبين شنطنا في الاوتيل قلنا هنرجع تاني هنا بالليل. فريق نادي سبورتنج برضو دون حافز، اللي هم الناس جايه بشنطهم. خلاص جايين يخلصوا، فدي استفزتنا جدا، بس الحمد لله يعني الفرقه كانت رجاله، ويا رب يا رب بكره يلعبوا بنفس الاداء بكره باذن الله. باذن الله يا كابتن علي هنتابعك ان شاء الله، وباذن الله ونبارك لك باذن الله ان شاء الله بكره، هنتابع باذن الله معاك ونبارك لك على بطوله الجمهوريه باذن الله بكره باذن الله. يا رب يا كابتن خالد يا رب. شكرا يا كابتن علي. ونروح لفرقه الطايره، الفريق الكبير اللي عندنا اللي حقق بطوله افريقيا وبطوله كاس مصر، والفوز النهارده على نادي القناه بنتيجه اشواط 25-11 و25-21 و25-18، ما شاء الله عليهم يعني.